توجه جدا مهم من وزارة الدفاع في الاهتمام بالمجال الإعلامي، على اعتبار أن الإعلام هو نصف المعركة في كل المعارك اللي يخاضها العراق. ووزارة الدفاع على طول الأحداث السابقة والتاريخ تثبت بأنهم تعطي أهمية كبيرة للإعلام. اليوم وزارة الدفاع يعني نظمت برنامج متخصص لمختلف الفنون الصحفية، تناولت بمرة الحرب النفسية والشائعات وأيضا صناعة الأخبار وكيفية التعامل مع وسائل الإعلام وحتى كيفية التصريح لوسائل الإعلام. هذه المحاضرة اليوم وكان تطبيق عملي من قبل السيد المحاضر، وكذلك كان تفاعل بين الضباط الدورة مع المحاضر.